تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاختبارات صارت على الأبواب، لذلك سأراجع معكم مجموعة من الاختبارات المتوقعة في كل المواد. أمامنا الآن الاختبار الأول المتوقع في مادة الرياضيات، تابعوا معي للأخير سأشرحه لكم بالتفصيل. لدينا التمرين الأول، أنجز العمليات التالية عموديا. ما معنى عموديا؟ يعني أن نكتب جيدا الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، والآلاف تحت الآلاف. لدينا عملية جمع، عملية طرح، وعملية ضرب. نحسب العملية الأولى، لدينا 3547 زائد 8426. ونحسب 7 و6 13، 4 و2 و1 7، 5 و4 9، 8 و3 11. إذا النتيجة 11973. 7458 ناقص 1879. نكتب جيدا، 8 ناقص 9 لا نستطيع، نستعير العشرة ونعيدها هنا، 18 ناقص 9 9، 5 ناقص 8 لا يمكن، نستعير العشرة ونعيدها هنا، 15 ناقص 8 تساوي 7، 4 ناقص 9 لا يمكن، نستعير 10 ونعيدها، 14 ناقص 9 5، 7 ناقص 2 5. الناتج 5579. نجري عملية الضرب الآن، لدينا 1254 ضرب 27، 7 ضرب 4 تساوي 28، 7 ضرب 5 35، 36 37، 14 15 16 17، 7 و1 8. عندما نكمل مع الرقم الأول ننتقل إلى الرقم الثاني، نضع نقطة ونواصل. 2 ضرب 4 8، 2 ضرب 5 10، نكتب 0 ونحتفظ بالواحد، 4 و1 5، 2، ثم نجمع، 8 و0 8، 7 و8 15، 8 8 و5 3 2 و1 3. النتيج 33858. ننتقل إلى التمرين الثاني، تبلغ مساحة الجزائر 2,381,741 كيلومتر مربع، اكتبها بالحروف، عين عشرات الآلاف في هذا العدد، احصره بين عددين آلافهما متتالية. تابع معي جيدا، نكتبه أولا بالحروف، اكتبوه هكذا، 2,000,000 و381,741 كيلو متر مربع، هكذا بالحروف. يقول عين عدد عشرات الآلاف في هذا العدد، العدد هو مجموعة من الأرقام، عشرات الآلاف، لاحظ معي، لدينا وحدات، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف،
هذه هي منزلة عشرات الآلاف، لكن هو قال عين عدد، عين عشرات الآلاف في هذا العدد. هنا عين عشرات الآلاف في هذا العدد، إذا كان رقم نأخذ فقط ثمانية، إذا قال عين عدد عشرات الآلاف من هنا ونأخذ كل الأعداد التي بعده. إذا عين هنا عدد عشرات الآلاف في هذا العدد، يقصد الرقم فقط، نأخذ ثمانية الرقم. احصره بين عددين آلافهما متتالية. كيف نحصر هذا العدد كامل بين عددين آلافهما متتالية؟ نكتب هكذا: مليونان وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة وواحد وأربعون. نحصره بين عددين آلافهما متتالية. نذهب إلى منزلة الآلاف، وحدات، عشرات، مئات، آلاف. بعد الآلاف نضع أصفار من هذه الجهة ونكتبها من هذه الجهة، تصبح هكذا: مليونان وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف. نضيف ألف إلى الجهة الثانية، تصبح محصور بين مليونان وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفا ومليونان وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا. هكذا: مليونان وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا. نضيف ألف، تصبح هذه هي النتيجة، هذا هو الحصر. ننتقل للتمرين الذي بعده، التمرين الثالث: طول كتلة أو طول كبة خيط 40 متر. استعمل منها الخياط 16 متر في المرة الأولى، وفي المرة الثانية استعمل 2100 سنتيمتر في المرة الثانية. ما هو طول الخيط المستعمل بالسنتيمتر؟ طول الخيط المستعمل هو استعمل في المرة الأولى 16 متر، وفي المرة الثانية 2100 سنتيمتر. يريد طول الخيط المستعمل بالسنتيمتر، إذن هذه النتيجة التي بالمتر نحولها إلى السنتيمتر لكي نحسب طول الخيط المستعمل. لاحظ معي جيدا، لدينا جدول الأمتار بهذا الشكل، لدينا متر، ديسيمتر، سنتيمتر، ملي متر. نحتاج هذه فقط، تابع معي. نحول 16 متر إلى السنتيمتر لأن المطلوب طول الخيط بالسنتيمتر. 16 متر نكتب رقم الوحدات في الخانة المطلوبة، 16 إلى السنتيمتر تساوي 1600 سنتيمتر. إذا 1600 سنتيمتر نضيف لها 2100 سنتيمتر، نجد طول الخيط المستعمل بالسنتيمتر. 2100 زائد 1600 تساوي 3700 سنتيمتر. ما هو طول الخيط المتبقي بالمتر هذه المرة؟ طول الخيط كاملا 40 متر، استعملنا منه 3700 سنتيمتر، يجب أن نحول 3700 سنتيمتر إلى المتر. نحولها هكذا، لدينا السنتيمتر 3700، بالمتر كم تساوي؟ 37. إذن هو طول الخيط كامل 40 متر، استعملنا منه يعني أنقصنا منه 37 متر. كم الباقي؟ 3 متر، لأنه 40 ناقص 37 3 متر. ننتقل للتمرين الذي بعده، أرسم قطعة مستقيمة AB طولها 6 سنتيمتر، ثم عين النقطة E منتصفها. أرسم المستقيم D الذي يشمل النقطة E ويعامد القطعة المستقيمة AB. يجب أن نستعمل هنا، نحتاج إلى المسطرة ونحتاج إلى القوس. لاحظ معي، يقول طول القطعة 6 سنتيمتر. لاحظ معي، يعني مسطرتي ليس فيها تدريجات، لكن أنت استعمل 6 سنتيمتر، 1 2 3 4 5 6 سنتيمتر، هكذا. A B
حي منتصفها، المنتصف، منتصف 6 هو 3، هنا منتصفها 3. ارسم مستقيم دي الذي يشمل أ ويعامد أبي. بالقوس هنا يجب أن تكون تشكل زاوية قائمة، عمودي هكذا يشكل زاوية قائمة، هذا اسمه المستقيم دي، عمودي على أبي في النقطة أ. ننتقل الآن إلى الوضعية الإدماجية. لدينا باع صاحب محطة بنزين في اليوم الأول 700 لتر، وفي اليوم الثاني باع 645 لتر، وفي اليوم الثالث باع 565 لتر. احسب كمية البنزين المباعة خلال الأيام الثلاثة، اليوم الأول 700، الثاني 645، والثالث 565. كمية البنزين المباعة نجمع في الأيام الثلاثة. لدينا 700 نضيف لها 645 ونضيف لها 565. 10، 11، 8، 19، 14، 19. باع 1000 عذرا، باع في الأيام الثلاثة 1910، 1910 لتر. الجمع، إذا كان ثمن اللتر الواحد من البنزين 38 دينار جزائري، فما هو المبلغ الإجمالي الذي قبضه صاحب المحطة؟ اللتر الواحد ب 38 دينار، وهو باع 1910، يعني يوجد تكرار، 38 نضربها في 1910، 1910 ضرب 38. نضرب أولا في الرقم الأول، 8 في 0 0 في 1 8، 8 في 7 لدينا 72، 8 و 7 8 9 10 15. نضع النقطة ونواصل، 0 3 مع الرقم الثاني 27، 3 4 5 ونجمع، 0 8 5 7 والخمسة 12، 5 6 7. إذا الناتج 72580 دينار، هذا هو المبلغ الإجمالي الذي قبضه صاحب المحطة. 1910 ضرب 38 تعطينا 72580 دينار جزائري. إذا كان خزان المحطة به 3500 لتر، فكم لترا من البنزين بقي في الخزان؟ إذا كان خزان فيه 3500، فكم لترا بقي؟ إذا هو باع 1910 والخزان فيه 3500، فكم لترا من البنزين باقي؟ 3500 ناقص 1910، 0 10 ناقص 1 9، 15 ناقص 10 5، 3 ناقص 2 1. إذا بقي في الخزان 1590 لتر. إذا بهذا الشكل أكون قد شرحت لكم هذا الاختبار، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. تابعوني، ما زال هناك الكثير المفيد إن شاء الله.